لما تروحي تزوري واحده اول ولاده ليها. الحمد لله على سلامتك يا تنكة هانم، الف مبروك، ربنا يخليهولك يا رب ويتربى في عزك. ربنا يخليكي ويبارك فيكي يا حبيبتي، عقبالك يا رب ان شاء الله. بقولك ايه، ما تجيبيها شوفه والنبي. ها حاضر حاضر، اصل انا بحب قوي العيال الصغيرين وهم لسه كده بالبهات. الله بيبقوا كتاكيت. اه طبعا حلوين قوي وهم صغيرين. طب يلا يلا بسرعه روحي هاتيه. وماله، حاضر هروح اجيبه. ولا انت تعبانه اروح اجيبه انا؟ لا يا حبيبتي انا هروح اجيبه، انا مش تعبانه ولا حاجه، شويه كده وهجيبهولك. اخص عليكي، هو انت خايفه ان انا احسده؟ لا لا وربنا ابدا. امال ايه؟ طيب ما انت مش عايزه تقومي تجيبيه. على العموم كتر خيرك يا حبيبتي، انا عينيا مش وحشه ومش بحسد حد، وابنك زي ابني بالظبط. ايه ده، هو انت قمتي ليه؟ انا ماشي. اخص عليكي والله مش قصدي حاجه، انت بس فهمتي غلط والله. ايه الغلط اللي انا فهمته؟ انا مستنياه بس يعيط عشان افتكر انا حطيته فين. يا خبر، هو انت نسيتي انت حطيتيه فين؟ او ربنا، بقالي ساعتين نفسي اعيط عشان اعرف هو فين. طب قومي ندور عليه. والنبي يا اختي قلبت الشقه كلها. ازاي ده طفل صغير، يعني مش هيمشي ولا هيستخبى ولا هيروح في حته، اكيد انت حطيتيه في حته ومش واخده بالك. انا بقول كده برضو، انا خايفه قوي. الو، ايه يا حموكش؟ بقول لك ايه، حضري الرضعه اوام للولا عشان جاي. بصي مفلوم العيات من كتر الجوع. ها، هو الولا معاك؟ جرى ايه، انت نسيتي ولا ايه ان انا خدت طعامه؟ ايوه صح، انا افتكرت انت خدته عشان يتطعم. ها وانا اقول حطيته فين ولا الواد راح فين. يقطعني، نسيت انه مع ابوه.